ينضم إلينا من موسكو السيد ألكسندر زاسبيكان الدبلوماسي الروسي السابق. سيد ألكسندر، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني أنا سأبدأ أولا من هذه الجولة التي اختتمها زيلينسكي إلى أوروبا، كما قيل وتحدث التقارير وحتى جاءت على لسان من قابلهم زيلينسكي إنها لحشد الدعم مع الوعود بالحصول على مزيد من المساعدات. كيف تراقب موسكو هذه الجولة والوعود التي حصل عليها زيلينسكي؟ أظن أن هذه العملية شيء طبيعي، يعني تزويد بالسلاح الغربي لنظام كييف، وهذا ما يحصل خلال كل هذه الفترة وليس شيء جديد بالنسبة لروسيا التي كانت تتوقع منذ الأول أنه بتصير تطوير لهذه العملية تدريجيا من أنواع بسيطة نسبيا إلى أنواع أكثر متطورة وأكثر فعالية، وخاصة اليوم نتحدث في ضوء ما يسمى الهجوم المضاد الأوكراني، فكل القدرات الآن الأوكرانية تتوحد عشان تحقيق هذا الهدف، وبدون مثلا بدون أجواء بدون طائرات صعب جدا تحقيق النجاح. فلذلك موضوع الآن موضوع الصواريخ وموضوع الطائرات، قبل ذلك كان موضوع المدرعات، لكن في نفس الوقت أنه روسيا لديها قدرات جيدة، فلذلك أنه المزاج في الجيش الروسي والمجتمع أنه في انتظار هذا التصعيد كأنه لابد منه، ومنشوف شو بتصير موازين القوى نعتقد لمصلحة روسيا. طيب، العاصمة كييف شهدت هجوما مكثفا وعنيفا وصف بأنه الأشرس منذ بدء الحرب، وهو الثامن ربما هذا الشهر أيضا، ووفقا لما صرحت به قيادة الأركان في الجيش الأوكراني، وقال إن جميع الصواريخ التي استهدف العاصمة كييف تم إسقاطها. في أي إطار نضع هذه الهجمات الروسية ووصولها إلى العاصمة كييف يعني بهذه الكثافة؟ هذا صحيح أنه كان هجوم قصف شديد وللمواقع العسكرية وبنية التحتية العسكرية في كييف، أما بالنسبة لفعالية الدفاع الجوي فهناك صورة غامضة وما فيش معلومات أكيدة، لأنه صحيح أن الطرف الأوكراني يقول أنه تم إسقاط الصواريخ الروسية، لكن ما فيش تأكيد من الجانب الروسي هذا ما وقع، فلذلك لا نستطيع أن نعلق بصورة مضبوطة أن نتائج لهذا القصف، ولكن كما حدث عسكري كبير صحيح أنه ما حدث. طب هل يبدو أن الحديث الآن عن الحرب أكثر منه عن السلام سيد زاسبيكان؟ يعني حتى من المفترض أن وزير الخارجية الصيني سيكون له زيارة إلى أوروبا في الفترة المقبلة. اليوم هناك مسؤول صيني رفيع مكلف ببحث في هذه التسوية الصينية لهذه الأزمة يزور كييف، ومن بعدها أيضا من المفترض أنه سيزور موسكو وبولندا وفرنسا وألمانيا. يعني لأي درجة الأمور مهيئة لمثل هذه الأحاديث عن السلام في ظل الحديث مثل ما ذكرت عن هجوم متوقع ومضاد من القوات الأوكرانية وأيضا معارك شرسة تدور في باخموت؟ بصراحة أن الحديث حول التفاوض والحلول السياسية السلمية كانت مطروحة دائما خلال كل فترة النزاع، ولكن لم يتحقق. الموقف الروسي الرسمي معروف أنه مستعدين للتفاوض ولكن بشروط معينة، وهذه الشروط واضح أنه غير مقبولة للجانب الثاني. من ناحية الغربية أنه أمريكا تريد استمرار الحرب لأنها تريد استنزاف روسيا، هذا واضح تماما. الأوكرانيا كذلك نظام كييف لديه شروط غير مقبولة أصلا من جانب روسيا، فلذلك الاستنتاج العام اليوم موضوع التفاوض أو حتى احتمال الحل السلمي غير مطروح، فهناك الخصم العسكري
كل شيء يتوقف على الميدان. فلذلك نتحدث عن التصعيد القادم ك يعني حدث الأساسي في سياق النظام. طيب، ما دمنا تحدثنا عن الميدان، معارك شرسة تخوضها القوات الروسية في معركة باخمود التي من المفترض أنها سيطرت على معظمها، ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت المدينة مستعصية عن إحكام السيطرة بالنسبة للقوات الروسية، ده حتى أنه كييف قالت أو أوكرانيا قالت أنها اليوم نجحت في تحقيق السيطرة واستعادة 10 مناطق في باخمود. يعني ما يتم تداوله عن صراع بين بريغوجين، يفجيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية، ووزير الدفاع وقائد الأركان الروسية. يعني كيف نعلق على التصريحات والانتقادات التي يواجهها دائما بريغوجين ويراها المراقبون سبب في عدم حسم المعركة حتى الآن؟ طبعا في الإعلام الغربي وفعلا في المجال الإعلامي بشكل عام هناك تضخيم لهذا الموضوع. صحيح هناك خلاف ما بين بريغوجين وقيادة الجيش، ما هي فعلا يعني أسباب زخائر وإلى آخره. فلذلك يجب ان نعترف المقاطع المصوره التي يظهر فيها اكثر من مره وتكررت كثيرا بنبره صوت عاليه بشحنات من الغضب، ووصلت احيانا فيها الى بعض الالفاظ غير اللائقه، يعني في نقد لاذع يقدم الى العسكريين في روسيا، حتى كان اخرها ما تداوله تقرير الواشنطن بوست والتي قالت او زعمت بان بريغوجين عرض على المخابرات الاوكرانيه ان يزودها بمعلومات عن مواقع روسيه في باخموت، ومقابل ذلك ينسحب من بعض النقاط. هو قال من سماهم النخبه في موسكو هم المسؤولون عن تسريب مثل هذه المعلومات. يعني الرجل واضح في مقاطع مصوره. طيب، أنا أقصد أنه معلومات في المجال الإعلامي في كثير عن هذا، فلذلك أنا مثلا لا أستطيع أن أضيف شيئا، ما فيش قيمة إضافية بالكلام، اللي نحن شاهدنا صور بريغوجين وكل التعليقات وإلى آخره. بس أنا أعتقد أنه الشيء المهم بقدر أنا أقول للجمهور أنه من الناحية الروسية ما هو المهم، أنه واغنر يبقى في باخمود، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك كانت خطورة لأجنحة للمناطق المجاورة لباخمود، وفي هذه المناطق الموجودة قوات أخرى، فهناك كان الهجوم الأوكراني على هذه المناطق. آخر المعلومات عم بيقولوا أنه لا، أنه صار في تعزيز المواقع الروسية بالأجنحة بهذه المناطق المجاورة، فلذلك صارت الجبهة ثابتة كما هي. وهنا سيظل السؤال، لماذا لم تحسم المعركة حتى الآن في باخمود؟ يعني ما الذي يجب على القوات الأوكرانية أن تركز، القوات الروسية عفوا، أن تركز عليه لحسم هذه المعركة، خاصة وأنها سيطرت بالفعل على معظم المدينة؟ معركة باخمود ما هي أهميتها؟ الأهمية التكتيكية معروفة، لأنه نقطة الارتكاز جهود من الطرفين. الشيء الثاني، إذا خسمت هذه المعركة فيفتح لمصلحة روسيا، يفتح المجال للهجوم على المناطق الأخرى، والعكس الصحيح إذا خسمت لمصلحة أوكرانيا فأيضا هناك الأفق لاستمرار الهجوم. فلذلك شراسة المعركة من هذا. الشيء الثاني أنه التشغيل هناك عدد كبير من القوات المسلحة، ورغم الخسائر فهناك بيجوا المزيد والمزيد من الجانب الأوكراني يوميا، هناك يعني إرسال القوات الجديدة، فهذا ما يستمر.
لأنه القيادتين تهتمان بهذه المنطقة وتعتبر أنه اليوم ما فيش أي منطقة أهم من ذلك، وفقط العملية التي تكون أوسع وأكبر وتكون بحجم يتفوق كثيرا هذه، فهذه المعركة القادمة تكون لديها أهمية أكبر من معركة بخمود. شكرا جزيلا لك من موسكو السيد ألكسندر زسبيكان الدبلوماسي الروسي السابق.